حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدون من أو في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي فيها المواطنون المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وللاستعلام عن لجان الوافدين للانتخابات الرئاسية يرجى الدخول على الرابط الظاهر على الشاشة.